وللمزيد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من حلب مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان. مساء الخير أنس. نعم، مساء النور، يا تحية لك. أنس، ما الجديد لديك حول الاستهدافات الإرهابية التي طالت الأحياء السكنية اليوم في حلب؟ بداية يا تحية لأرواح كل شهداء سوريا وأيضا شهداء مشفى الكندي الذي أعاد الجيش العربي السوري كامل سيطرته عليه بعد استعادة السيطرة على مخيم حندرات. ما قامت به اليوم المجموعات الإرهابية المسلحة هو استهداف الأحياء الآمنة، الأحياء التي تشهد كثافة سكانية، الأحياء التي تعتبر آمنة بامتياز، تم استهدافها بشتى أنواع القذائف المتفجرة، مدفع جهنم، حمام واحد، والقذائف الصاروخية وأيضا القذائف الهاون. هذه القذائف التي سقطت في أحياء الميدان والعزيزية، إضافة أيضا إلى منطقة الإذاعة، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء. إلى الآن الحصيلة الأولية هي 20 شهيد وما يزيد عن 70 آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المشافي الرسمية، مشفى حلب الجامعي ومشفى الرازي الحكومي. بعض هذه الحالات التي نقلت إلى هذه المشافي هي في حالة حرجة. المصادر الطبية أكدت للإخبارية السورية بأنه للأسف من المرجح أن ترتفع هذه الحصيلة، إضافة إلى الحصيلة البشرية وحصيلة الضحايا، كان هنالك أضرار مادية كبيرة طالت أماكن تساقط هذه القذائف إياد. نعم، طيب أنس، ما الجديد لديك حول الواقع الميداني اليوم في حلب وآخر تطورات العمليات العسكرية؟ ما تعيشه جبهات حلب هي المرة الأولى التي تشهد مدينة حلب وجبهات حلب هذه التطورات وهذه العمليات العسكرية. إذا ما نظرنا إلى الخارطة الميدانية نجد بأن الجيش العربي السوري منذ أن أعلنت وزارة الدفاع السورية عن عملية عسكرية باتجاه الأحياء الواقعة شرق المدينة، نجد بأن الجيش بدأ عملية عسكرية برية نحو الشيخ سعيد الواقعة جنوب المدينة، وأيضا خلال الليلة الماضية وحتى الآن الجيش فتح جبهتين، الجبهة الأولى باتجاه بستان الباشا والجبهة الثانية باتجاه سليمان الحلبي، وتمكن الجيش بعد تمهيد لمقاتلات الجو السورية الروسية وسلاح الصواريخ من إحراز تقدم استراتيجي لا سيما على جبهة سليمان الحلبي والسيطرة على المرآب وبناء الكهرباء ونادي حلب الذي يعتبر أيضا بوابة الجيش، وأيضا دير ورطان الذي يعتبر بوابة الجيش لاستكمال العملية العسكرية بالتوازي مع بستان الباشا وأيضا سليمان الحلبي. في الأثناء أيضا كان الجيش العربي السوري قد استمر أيضا بالكثافة النارية نحو مواقع ومقرات المجموعات الإرهابية في الأحياء الواقعة شرق المدينة. هذا بما يخص، إذا كان هنالك متسع من الوقت إياد، هذا بما يخص جبهات المدينة. إذا ما تحدثنا عن جبهات الريف الحلبي وتحديدا مخيم حندرات، الجيش كما نقلنا يوم أمس عبر الإخبارية تمكن من استعادة هذا المخيم وأمن المخيم من خلال التقدم نحو مشفى الكندي. بهذا يكون الجيش قد أسقط دوار الجندول ومعامل الشقيف ناريا، وأيضا أسقط عدة مواقع استراتيجية وتعتبر مراكز ثقل للإرهابيين على هذه المحاور، ويعتبر هذا التقدم أيضا نحو تجديد الخناق بشكل أكبر على الإرهابيين المتواجدين داخل تلك الأحياء، إضافة أيضا إلى بوابة للتقدم بمحاور مختلفة نحو الأحياء الشرقية. إياد، أشكرك كل الشكر، مراسل الإخبارية السورية في حلب أنس رمضان، شكرا لك.